نص كلمة راحت يعني أحلى نص كلمة الأستاذ أحمد رجب حب الشعب المصري والشعب العربي والصدمة اللي حساها بفقدانه فرحمة الله عليه كل الأستاذ مصطفى حسين وعلى كل العظماء اللي راحوا كل القراء اللي كانوا جدانا بينتظروا أكيد مش هتنسوا الأستاذ أحمد رجب أكيد يعني على مدار فوق 45 سنة تاريخ ودراسة عظيم الله يرحمه بعد يزورنا يا جماعة.